هون ببلدي إنك تحلم صعبة ويمكن حتى مستحيل. الهجرة الشباب صارت الأعلى في تاريخ البلد، وماذا يبقى لشبابنا إنهم فقدوا المستوى العلمي؟ بيموت اللي ما بيستحق الموت. ليه بده يحمل سلاح؟ لم يعد يعنينا من أين تأتي الحرائق، ولم نعد نبحث عن مصدر النار. سيكتب التاريخ يوماً أن مدينة دمرت فوق رؤوس أبنائها، ولم يجرؤ مسؤول فيها على القول أنا مسؤول. ما فيك تحس، ما فيك تفكر، ما فيك تحكي، ما فيك تعبر. لم تجرؤ حتى على إبداء الرأي. الناس هسترت من تحت راس أنانية المسؤولين. بتفتح عيونك عقصة، فلاتين الأسعار شو، وبنص نهارك في مشكلة. المواطن صار ناطر يشحد البطاقة التمويلية، وبتنام على المصايب. نحن هلأ وين عايشين؟ مش بالفوضى؟ طوابير شاحنات النفط الإيرانية تدخل البلد عبر الحدود غير الشرعية وتحت أعين الشرعية. الناس أسيرة الاحتكار والتخزين، وبتكون يانا نصدق أنه أنتوا بتعرفوا تحكمونا؟ ضيوف هيدي الحلقة من صوت الناس رئيس تحرير موقع آي أم لبنان توني أبي نجم، المستشار في العلاقات الدبلوماسية والدولية قاسم حضرج، العميد المتقاعد جورج نادر، عضو المكتب السياسي في حزب التقدم مارك داو. صوت الناس مع ماريو عبود الأحد 9:30 المساء على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنال.